نور متابعين ديال قناه يوميات كوطال، لاباس عليكم؟ هانيه وكلشي بخير. المهم شكر كبير لجميع المتابعين ديالي على التشجيعات ديالكم وعلى هضرتكم الزوينه وعلى ديك الكومونتير اللي كيهبلوا. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وكنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف. المهم كي دايرين؟ كي داير الاجواء ديالكم؟ كي داير مع الحجر الصحي؟ اي والله يعطينا الصبر صراحه، والله العظيم تنحاولوا نقويو راسنا براسنا، ما زعما تقنطنا صراحه والله العظيم، كنحاولوا نفرحوا راسنا براسنا، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. اللهم يا سيدي ربي تجعلها اخر مره واول مره نتحبسوا هكا. والله العظيم زعما انايا بعدا مليت، والله العظيم مليت الدار، حيتاش مولفه كنخرجوا حتى ولادي حتى هما قنطوا قنطوا قنطوا، واخا زعما الدار كبيره وكيلعبوا وكلشي، ولكن قنطوا. بغا خصوصا الدري الصغير بغا يخرجوا. مروه حتى هي قالت لي مسكينه ماما قنط، قالت لي يخرجيني شي بلاصه ندير البافيت وخرجيني. المهم صافي هذا ما كان. المهم الله يفرج علينا صحاب المنطقه، جوج وصحاب المنطقه واحد. المهم ترجع الامور، اهم شيء ربي هو ترجع الامور كما هي، يعني داك الزحام اللي كنا فيه وداك الشيء، يعني داك الشعبيه اللي كنا فيها يا ربي ترجع، قولوا امين. المهم اللي شاف يقول يا ربي امين. المهم البنات جيت لكم بروتين جديد، روتين عرفتوا كي تنصبحوا. الله فطرت، جمعت الدنيا، غسلت المعينات، جيت باش نجمع الدنيا هنا. شوفوا جد اللي ضاربوا دابا، سديت عليه هو اختو تما اللي ضاربوا، يا البنات ضاربوا على المخدي بقى يهبط فيه. شوف ويمشي هنايا لهاد الحلوه، يمشي لسليلو، يمشي بقى يفرتت هنا. المهم وانا تابعاه، هذا هو الامهات، حل الامهات جميع. المهم صافي غادي نجمع هنايا، غادي نطلع نجمع الفوق ندير نشير. المهم ها نتوما معايا، داكشي اللي ندير ها نتوما معايا. البنات من بعد ما ساليت الجمع ديال البيوت هنايا وكلشي، غادي اول حاجه قبل ما نطلع الفوق ونوصل الحوايج وداكشي، غادي مالكم ما كاين مع خو هاو ما تسد عليهم انا هي وخو اشنو تا صوبوا لي يلا قول لهم كوكو 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 يلا جد دي كوكو كوكو صافي. المهم حدو البنات عندو الريزو واحد شويه كيجلس ليا هنا، اي واحد شويه هادي كتجي الحمقه. صافي خصني نهزو، غادي نوجد الطاجين، نشارك معكم طويجين ديال البطاطا حلوه هو الاول غادي نديرو دابا. صافي علي من بعد غادي نطلع الفوق نجمع الفوق، نجيب هادوك الزرابي نفرشهم. المهم ها نتوما معايا في الروتين ديالي كما هو، يلا خليكم معايا البنات. صافي من بعد ما كيف ما شفتو معايا ساليت نجمع الدنيا وداكشي بالضبط، وجفيت وجمعت كلشي. المهم جيت باش نرد معكم الوضع. المهم درت طويجين هكا، عشقنا طويجين، شلت البصله ودرت شويه لحيمات. من بعد غادي نخضروا بطاطا حلوه. المهم انا كنرد كلشي بدقه وحده هكا في الطاجين، تتقلى وكلشي، المهم كلشي تطيب في دقه. المهم بطاطا حلوه الله بنت في السوق، المهم بنت لي الله، ما جايبيناش كاع الخضار، جايبين شي وحدين وجايبين حتى كونتيتي بانت ليا قليله. صافي نخليها هكا نحكو عليها واحد شويه مطيشه. البنات صافي من بعد ما درت بطاطا حلوه كيت على واحد جوج مطيشات، درت القزبر والمعدنوس. صافي بالنسبه للقوام درت سكينجبير والخرقوم وشويه ديال البزيره والملحه والزيت البلديه، وكيف ما شفتوا الزبيتينه تاع الدار وفليفله باقي كاع ما مرقت. صافي العطريه نخليها تشرب شويه هكا، يعني تتمرقي تخليها حتى تشرب، حيت من بعد غادي ندير عليه. عاتي البنات والله الا عاتي ريحته باقي كاع ما نعم حبيبه. من بعد ما بللتي شويه ما تكثروش البلول باش ما يجي باسل. المهم كل طريقته في الطاجين، انا كنشارك معك كنشارك معكم لا روتين ديالي تاع النهار. صافي كل نهار رزقي كيف ما تشوفوا. صافي نسد على الطويجين ديالي، يعني غادي نجمع صافي عرفتوا، ولكن تشوف شاقيين داكشي، غادي نجمع هادشي كل حاجه ردها بلاصتها، نجمع المعينات. صافي المهم اخر حاجه هي شويه الزبيبه البلديه اللي بقات، غادي نديرها بحال هكا من الفوق.
صافي والطاجينة فاتي إيكا سانك سانك. صافي بالنسبة للبوطة تكون مهيلة باش صافي. كيف ما شتو ها هو الطويجين وجدتو، ها هو صافي، ها هو تنطيب شوية عليه، ناقص عليه البوطة. صافي جففت هنايا، غسلت المواعين كلشي، ها هو غسلتو، رديت كل حاجة بلاصتها. المهم فرشت، جففت هنا الكوزينة، المهم كلشي ناضي. المهم لتحت دابا كلشي ناضي، غادي نطلع للفوق نجيب هادوك الزربيات البنات. المهم طفيت الضو، غنطلع انا وياكم، غادي نجيب هادوك الزربيات من السطح. بيكون كانوا يشوفوا راه يومين هادي، شتي امتى صبنتهم؟ يومين هادي بيكونوا صافي نشفوا، غادي نجي نفرشهم. بالنسبه اللي يسولوني عجبو، من بعد ما طلعت نشر الحوايج صافي، حيت الحوايج اللي نشفوا درتهم في الشبكه حتى نبطهم نطويهم صافي. وجيت هنايا باش نشر الحويجات، عرفتوا دابا الصيف تبارك الله كل شويه كيبدلوا الدراري، عرفتوا اللي عندي وليدات صغيورين وحنا نيت كل شويه الدشو داكشي، عرفتوا مراكش تبارك الله الحراره واش تنتوما بتلقي كاع المدن دابا الحراره، يعني المدن بحال كسويره وداكشي تيكونوا شويه باردين، ولكن بالنسبه لاكادير ولا مراكش وداكشي تيكونوا سخان. المهم كي دايرين تنتوما؟ المهم الروتين، جميع الروتينات، نوضي صبن جفف سيق طيب الغدا وصل الوليدات. المهم الله يعطينا الصبر في هذا الحجر الصحي. صافي دابا نسالي هادشي ونهبط باش نطوي الحوايج البنات. صافي من بعد ما نشرت حويجاتي في السطح، هبطت الحويجات دوك اللي نشفو صافي ديال جاد ومروه، المهم داكشي اللي في الشبكه كله اللي لقيتو في السطح هبطو. دغيا كيتشمشو كتعلقيهم ودغيا كيتشوطو مع هاد الحراره تبارك الله. صافي قولوا لي تانتوما، عرفتي جاني الضحك، قولوا لي تانتوما البنات واش كاع حوايجكم اللي كطويو وكتلقاو فيهم ضروري شي نقطه جافيل؟ المهم هذا الحجر الصحي شبعنا جافيل، المهم ما يسالي ما يسالي حتى نبدلو كاع حوايجنا. صافي غسل البيجاما اللي طويطه تيجيني الضحك نلقى فيها شي نقطه. صافي انا بقيت نطوي حاجه بحاجه. صافي المهم باقي الحال دابا الطاجين ناقص عليه وباقي الحال، اليوم شويه نط بكري العشرة كاع نط، يعني لا قولي العشرة هي بكري. المهم كومي على مول فات نفيق على 12 وداكشي، صافي دابا اليوم فقت مع العشرة. صافي كنجمع حويجات رد كل حاجه بلاصتها ورجع معكم البنات. صافي هي الزربيه صافي تصبنوا مزيان. بالنسبه للبنات اللي سولوني عليها منين، ماما اللي كانت خدتهم ليهم من المسيره من الاحبس تما عند شي واحد، قالت لك تبيعهم. بالنسبه للثمن قالت لي ما عقلات والله ما عقلات، حيت قالت لي شحال هادي باش شريتهم اليوم، يعني عرفتوا الوالدين دغيا كينساو الثمن. المهم غنفرش وحده هنايا، يعني بجد. وبالنسبه لبيت مروه تما في اباما صافي غادي تفرش لها وحده. المهم خرجوا في الصابون، خرجوا كيف ما شفتوا هما البنات الطابيات خرجوا كيشالوا، ها هما صافي دابا فرشتهم البنات. صافي هنا رجعت معكم دابا، صراحة بغيت نشارك معكم شنو طرا ليا، عرفتي صراحة واحد التسخسيخة. المهم من بعد ما شفتو جمعتو كلشي باقي الوقت حيتاش نط شوية اليوم بكري، صافي خرجت مشيت ديت معايا جد باش نشري ليه شي حاجة صراحة، حيتاش عرفتو داك العام يعني كان باقي صغيور، دابا هو عنده عام ونص، يعني شهر ستة دابا هو عنده عام ونص، باقي كاع مكملش عام ونص بالضبط. وداك العام يعني الحويجات كانوا صغار، هاد العام بقيت باقي باش نلبسو، دابا فاش سخن الحال مابقيتش كلشي صغيور عليه، وعرفتو ما عرفنا فراسناش هاد الحجر الصحي وهاد الشيء ما فراسناش، يعني ما وجدتليش قبال ولا شي حاجه، يعني كلشي مشيت انا هزيتو في الطوموبيل ومشيت ديتو زعما باش نقيس ليه، ديتو المرجان مشيت تما دوك البوتيكات مرجان والكسترا وكيكي حل، يعني لقيتهم كلشي حل، ولكن زوينه في هاد الشيء ودرت ليه البافيت ودرت ليه كلشي ديتو. ما صورتش البنات الديطي حيتاش كنت مزروبه، عرفتي الستريس ديال الكورونا والحجر الصحي وانا البافيت الوليد البافيت، يعني ما كانش عندي لو طون باش انا نهز التليفون عرفتو هز الولد. مشيت للمرجان وهما يقولوا لي ممنوع يدخل، قلت لهم بغيت نمشي ليه الكورينا نشري ليه شي حاجه، قال لك ممنوع يعني قل من 18 عام ما يدخلش. ايوا ضربات اخويتكم عرفتي من هنايا فين ساكنه هنايا في سيدي يوسف حتى المهم صحاب مراكش حتى لجهه مرجان تما طريق كازا فين عندي الدار تما. ايوا اللي مشيت ايوا ضربتها واحد السخسيخه وتمي جاي تما اللي جهه الدوجيات بحر بحر ما لقيت واحد اللي حل وما عندوش قياس جاد، لقيت ليه واحد لبسه ها هي صراحه كيبيع داكشي زوين، لقيت ليه هاد اللبسه ها هي
انا ما فرصتش انه ما غاديش. المهم دابا حتى نخليه لماما ونمشي ناخذ ليه. المهم لقيت لي هذا اللبسه عند هذا باقي كاع ما لبستها ليه. قلت لكم صافي هذه اللبسه ها هي زوين، عرفتي صفيره هنا فيها الزريق. المهم زوينه ها هي وبالشويرات. ولقيت عنده وحده اللي بقات عنده في القياس ديال المهم عامين هادي، يعني باش الله تجي هي هذيك. لقيت عنده وحده يعني بغيت نشري ليه شحال من حاجه، قلت لكم هي تحت الشورطات يعني تنبدل ليه تنصبن ونعاود نلبسو نفس الحاجه. صافي المهم دارت بيا خصني نمشي دابا انا بوحديتي. وهي صراحه راه قالت لي ماما فلو قالت لي خليه ليا وسيري، وانا نقول لها انا ترى ما كنصوج. قلت لها لا انا باش نقيس عليه زعما، كنت بنشري ليه حتى شي حاجه اخرى زعما خرج ليا وشي حاجه. قلت لها باش نقيس عليه زعما يقد واش قدين ولا لا. الساعه جاب الله جاب الله هادي قيست عليه هي هذيك جات جاب الله ديتو معايا قيست ليه. صافي دابا غادي نعاود نجيب ليه عامين عامين ونص، يعني مادام هو عنده عام ونص نجيب ليه عامين عامين ونص 3 سنين كاع. حيتاش عرفتي الوليدات دابا دغيا تيلبسو في الحاجه. صافي خويتكم هي الضربات تعجيبه هذا ما كان. صافي البنات صافي نحطو دابا الغدا، غادي ننزل غادي نحطو الغدا. ونتمنى يعجبكم الروتين ديالي اليوم الفلوق ديالي اليوم، والله العظيم من الصباح هذاك الشيء اللي درت. وهانتوما معايا خليكم معايا عرفتي اختكم تخسختات واحد الحراره، راه الناس تمركش غادي يعرفوا الموت 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 الحراره عرفتي. تبارك الله داك كنتي في الطوموبيل تنولي انا كيجي زبيده مع ديك الشمس، تنولي كيجي زبيده دايبه فيها. هيا غديوتي موجوده بصحتكم تانتوما غداتكم. المهم ريحه الطواجن تاع بطاطا حلوه عاطيه. المهم صافي رافقتها في الشليضه، اصلا ما تعيش لاضه تناكلها انا وماما ما كيبيعوش لي الدراري. صافي وشويه الديسير وداكشي. صافي هذا كل نهار نسقوها كي تنقول لكم كل نهار نسقوا. المهم كنشارك معكم الروتين ديالي اشنو درت. صافي يلا البنات نتغدى بصحتكم تانتوما غداتكم واش درتو تانتوما الغدا بصحتكم. ومرحبا بالمتتبعين ديالي. صافي نتغدى ان شاء الله ورجع معكم بنات. صافي من بعد ما تغدينا جيت هنا طلعت انا وجادو باش نعسو، صراحه ما باش ينعس ليا دابا كيلعب. صافي فرشت ليه هاد اللعب ديالو حطيت ليه جادو هكا. صافي فرشت ليه هنا لعيباتو ابتي شوفو كي طاح اشنو هو ها هي. يلا زيد لعبو انا وياك. صافي نلعب معاه دابا شويه يلا يلا جلبو عنان زيد ما عطاش بان ليه تما. شوف نونو لبح اجي نشوفو عنان يلا زيد ضرب من اوبا اشنو قاقا ما بقاش قاقا. شوف اجي اجي دور لي اجي دور التليفون. الو جاد ها هو التليفون يلا هضر لهم قول لهم كوكو البنات يلا اجي باه نهضر معاك اجي تشبال ليه اشنو تتقلب ما تعرفش تقلب. شوفو الصنداره يلا جيب الصنداره ديال يلا جيب الصنداره برافو جاد برافو برافو عرف شنو ديرتو يلا لبس بلا ما تلبسها دابا انت كاس هنا والزربيه بلا ما تلبسها خليها هنايا تنبي نمشيو شي بلاصه. صافي يلا جي البنات باي باي جي لهم باي باي يلا قولي لهم فيديو جاي ان شاء الله باي باي قولهم يلا قولي لهم باي باي فيديو جاي قولي لهم باي 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 قولي لهم انا غادي نلعب دابا وغادي نيني البنات تيبقى تيلعب تيلعب حتى كينعس بوحديتو كيبقى هنا تيلعب تيلعب حتى تينعسني في الزربيتو. يلا جينا بابا جينا موحى عليكم جينا موحى عاودو عاودو شي حاجه اخرى يلا قول لهم فيديو جاي موحى عليكم يلا البنات ما سخيتش بكم هذا هو الروتين ديالي. فيديو جاي ان شاء الله طلعوا لي فريوسكم يلا البنات شوفوا هانتوما صورت لكم نعاس بقى تيلعب هنايا كيف ما وريتو لكم تيلعب 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 مسكين هو ينعس. دابا غادي نهزو نقدو في بلاصتو بقى تيلحب الطونوبيله ويردخ فيها. المهم كنت انا نتكيه تما دابا غنحطو في ناموسيتو. يلا البنات فيديو جاي ان شاء الله.
اختي البراءة، يا اختي يا اختي يا اختي، الله يحفظكم انتم ويخلي لكم وليداتكم.